ما فيش تعداد دقيق لعدد تكاتك. لكن خلينا أقول لك وفق توجيهات فخامة الرئيس بعد ما بنوضب الشوارع دي كلها بالكامل بنمنع التوك توك من الشارع الرئيسي زي ده مثلا بيتمنع ونخليه في شارع جانبي. يعني كورنيش ما فيهوش تكاتك؟ لا ممنوع ممنوع مستحيل. وانا بقول لك حاجه وبتحدى اذا شفت ولا واحد اذا شفت على كورنيش توك صوره توك فيها توك توك دي فوتوشوب. انا فوجئت ان مصورين لي على ستانلي كوبري ستانلي اتنين توك توك واقفين. جبت مدير المرور واتكلمت معاه بالفحص طبعا انها فوتوشوب. لا الكورنيش ممنوع تكاتك وده لما هيخلص مفيش تكاتك. وده لما يخلص مفيش تكاتك. شارع رئيسي عاوز يمشي يمشي في شارع جانبي. طب هتقنن اوضاعهم سيادتك ازاي زي اللي الدوله بتعمل اجراءات دلوقتي؟ اولا احنا في مقسمين اسكندريه شوارع رئيسيه وشوارع فرعيه. نعم. الشوارع الرئيسيه دي اللي ممنوع يمشي فيها التوك توك تماما. الشوارع الفرعيه ممكن هيبقى مسموح فيها بالتوك توك لخدمه المواطنين. وعشان برضو مراعاة للبعد الاجتماعي لأسر القائمين على التكاتك دي. نعم. ولكن هيبقى فيه إجراءات قانونية ومرورية صارمة للترخيص التكاتك. أنا عندي منهم كام مرخص؟ 11,000 مرخص. من 180,000؟ من 180,000. 11,000؟ 11,000 فقط لا غير. وباقي كله ماشي كده. وسايبينهم. وده سايبينهم اكل يعني بتقول اكل ايش بس عايز اظبط وضعه يعني مش عمليه سايبينهم. انا ما ينفعش اقول سايبينهم. هي احنا لازم لغايه ما انا اقنن له الوضع بالشكل المظبوط واطلب منه يعمل اجراءات صارمه. في عدم التزام منهم في عدم التزام كتير جدا في مناطق معينه. الدوله دلوقتي بتعمل عايزه تعمل تدي له عربيه يعني تاخد منه التوك توك وتدي له عربيه. نعم. طبعا ده حاجه كويسه جدا وحاجه طبعا هتسعدهم. لان خليني اقول لك انا راجل كنت شغال في الامن 40 سنه. نعم. التوك توك وسيله غير امنه لنقل الركاب. غير امنه. وسيله غير امنه ولا يوجد في قانون المرور اللي بينظم يقول ان في حاجه عندنا تسير على ثلاث عجلات. يا عجلتين يا اربعه. يا اربعه. فالتوك توك وسيله غير امنه لنقل الركاب. ولكن سمح به من احنا بنتكلم 3 4 مليون سنين. عندنا في مصر طبعا سمح به في فتره معينه لعلاج ظروف معينه. ولكن دلوقتي اصبح مشكله. وخلي بالك انا مش بتكلم مشكله في اسكندريه. لا على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه. نعم. كل المحافظات في الصعيد كم التكاتك. صحيح. هي وسيله الوسيله الرئيسيه عندنا النقل. اصبحت الوسيله الرئيسيه. فلازم لما اتعامل معاه اتعامل بالقانون واقننه بشكل سليم وشكل صحيح يتناسب ويتوافق مع القانون. لكن اذا اتكلمنا في العربيات الفان الصغيره دي الجميله. نعم. طبعا دي بقى دخلنا بقى في وسيلة آمنة. وجب الترخيص وفق القانون لأنها بأربع عجلات. نعم. ترخص ويطبق عليها ما يطبق على السيارات بالكامل. لكن بعد كده بعد الإجراءات اللي هتتم مش هنسمح يبقى فيه توك توك من غير رخصة أو من غير توفيق أوضاعه زي ما بنقولها. لازم يوفق أوضاعه. يعني دايما في مخالفات. مش ما مستحيل إن احنا نوصل لمية في المية. لكن لما اوصل لنسبه عاليه جدا يبقى المخالف عدد قليل جدا. هو يبقى انا حققت نجاح. اسكندريه لما جينا لقينا الشارع كده يعني توك توك بيمشي مخالف. موجود. نعم. والناس بتعاني منه وبيعمل حوادث. وبنعمل معاه الاجراءات الاداريه والقانونيه وبناخده وبنتحفظ عليه. انا عندي الحضانه. المنطقه دي اللي فيها زي الحضانه المنطقه ده من ضمن برضه شارع مصطفى كامل. ودي اراضي تابعه فيها اراضي خاصه. معظمها اراضي خاصه مش ما فيهاش املاك دوله. دي بتبقى موجوده وبتبقى بس سايبينها ازاي كده يا سيد المحافظ كده؟ سايبينها كده لان كانوا هيبنوا ابراج زي اللي احنا شايفينها دي. أيوة. وتوقفوا عشان ايقاف ترخيص البناء. يعني فما قدرش يبني فسابها كده لغايه ما يوفق اوضاعه وفق قوانين يعني قانون كان هيبني هنا ابراج في الحتت دي. كله زي الابراج اللي احنا شايفينها قدام او اللي ورانا. كلها شايف في الخلف ابراج. وهنا